أقيمت من أيام فعاليات حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان سينما الموبايل وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاركين. كاميرا عرب ووت حضرت فعاليات حفل الختام وقابلنا عدد من الفنانين المكرمين ومن القائمين على المهرجان اللي بيهدف لتطوير وتعزيز المواهب الشابة في فنون السينما. احنا دي أول مرة نعمل كايرو موبايل فيلم فيستيفال بالظبط كده، بس طبعا احنا الشركة بتاعتنا بقى لها 25 سنة في قطاع الإعلام والإعلان وبنعمل مهرجانات كتيرة في كل القطاعات يعني، لكن الغرض من هذا المهرجان هو ان احنا نعمل رسالة ان القاهرة قادرة على انها تجتذب الكفاءات العالمية، بدليل النهاردة ان احنا عندنا حوالي 18 دولة مشاركة في اول دور، افلام كتيرة قوي من امريكا، افلام كتيرة من اوروبا، وافلام من اسيا، وافلام من الدول العربية. من مميزات سينما الموبايل انه مش بيحتاج لتكاليف مادية، لأن الفيلم بيتم تصويره بكاميرا موبايل، وده بيتيح الفرصة أمام الشباب لإظهار مواهبهم في التصوير وكمان في الإخراج. أول حاجة احنا لازم نشكر التقنية الحديثة اللي ساعدتنا إن احنا نعمل مهرجانات شبه المهرجانات دي. لو كنت تقول الكلام ده لحد من 20 سنة كان هيضحك علينا. إنما احنا لازم نشكر التقنية الحديثة إنها سهلت لنا ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا بوجه الكلام ده للشباب المبدعين، أنا ما بقاش في أي عائق دلوقتي، أنت تستطيع إنك تعمل فيلم بأي كاميرا طالما عندك موبايل، ممكن كل الموبايلات دلوقتي بقت مزودة بكاميرا، ما بقاش في أي عائق قدام شباب المبدعين إنه يقدر يعمل فيلم. فهما دول الحاجتين الأساسيتين وهو ده المنطلق الأساسي للمهرجان. المهرجان ضم مجموعة كبيرة من الأفلام المتنوعة بين الأكشن والرعب والدراما والكوميدي بمشاركة 20 جنسية مختلفة من شباب الفنانين والفنانات. احنا جايين ندعم الشباب والمهرجان عشان كل واحد عنده فكرة، مش لازم يروح للإنتاج يعني أو شركة إنتاج عشان ينتج له الفيلم. فأنت في لو عندك فكرة مبتكرة وجديدة وحلوة ومش قادر، ما عندكش الإمكانية أنك أو ما حدش عايز يسمعك أو كل الكلام ده، أنت بالموبايل الكاميرا بتاعتك ممكن تعمل القصة دي، ولو حلوة هتوصل للمهرجان. لو هشارك مع ناس مصورين حاجه بموبايل ما عنديش مشكله، المهم تكون ناس بتشتغل فعلا بتعمل حاجه بجد وبتعمل حاجه حلوه. المشكله يعني في اعلانات مهمه وكبيره لبراندز كبيره وكده اتصورت بموبايل وكانت طالعه اي كلاس يعني، فليه لا؟ شايب. كمان المهرجان بيهدف لتبادل الخبرات والاستفاده من التجارب العالميه وخلق مناخ تنافسي بين الشباب للوصول لاكبر استفاده ممكنه للمشاركين. سعيد جدا بمشاركتي في لجنه التحكيم مع اساتذه كبار زي طبعا استاذنا المخرج الكبير علي بدرخان والدكتوره غدا جبار عميده معهد السينما السابقه والسينمائيه الجميله ماجي انور والسينمائي الرائع المخرج هاني خليفه. انا عايز اقول ان يعني اتشرفت باللجنة دي اللي معظمهم أساتذتي وأصحابي وزمايلي، وأنا شايف إن مهرجان سينما الموبايل دي طفرة في عالم صناعة السينما. خلال المهرجان تم تكريم عدد من نجوم الفن والسينما والدراما في جميع المجالات، وكان من بينهم الفنانة وفاء سالم واللي عبرت عن سعادتها بالتكريم في أولى دورات المهرجان. سينما الموبايل ميديا جديدة بتقدم وجهة نظر جديدة، ما بتحتاجش ل تكنيكس مختلف، هي بتعتمد على التلقائية ووجهة النظر. الفكرة كانت بقالها فترة معمولة وكانت عجباني فكرة تشجيع الناس اللي ممكن تعمل سينما وممكن تعمل أفلام بكاميرا الموبايل أو بأي حاجة، مش لازم يكون إنتاج ضخم، يعني إن أي حد عنده تالنت يقدر يعمل ده. فكنت حابة ان انا اشترك في المهرجان ومبسوطة النهاردة ان هما بيكرموني معاهم. واخر لقاءات كاميرا عرب ووت في حفل اختام مهرجان سينما الموبايل كانت مع الشباب الفايزين بجوائز المهرجان. انا الفكرة كلها جات لي ان انا اصلا كنت مسافر برا مصر في الفترة بتاعت ان انا كنت عايز اشارك جدا اصلا لما عرفت بالمهرجان، بس الفترة دي كنت انا مسافر فيها، فاستغليت الفرصة دي ان انا اوثق فكرة ان الاكسبيرينس بتاعت السفر عامة برا مصر، وان هي مش فكرة انت رايح فين عامة، بس الفكره ذات نفسها في الرحله والادفنتشر كلها بتاعه السفر، المغامره بتاعه السفر. انا اسمي نور ابيض، خريجه المعهد العالي للسينما دفعه 2012 قسم رسوم متحركه. انا عامله فيلم بتكنيك اسمه بيكسليشن، هو زيه زي الستوب موشن بس على البني ادمين.